سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اولا حبابي وصحابي وكاع الناس اللي عندي في لاشين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي اموركم تكون على احسن ما يرام. اهم حاجه هي الصحه والعافيه كما كنقول لكم ديما. المهم اليوم ما قلتش علاش لا ما نشاركش معكم الطبق ديالي ديال المكسيكانو اولا فاهيتا الدجاج. المهم هي كتجي غزاله غزاله، كنحتاجو فيها الدجاج والفلفله ملونه وبصيله. فدابا غادي اول حاجه غنبداها معكم هي التتبيله ديال الدجاج. كيف ما شفتوا انا كنشدها كستر وغادي نقسمه بحال ما هكا صافي، وغادي نبقى هكا كنقطع فيه على شكل طولي. فانا البنات غادي نكمل على هذه الطريقه وغادي نرجع معكم للتتبيله. المهم البنات انا من بعد ما قطعت الدجاج ديالي رجعت لكم. المهم على حسب البنات افراد العائله اللي عندكم او لا على حسب الاشخاص اللي عندكم كيف ما كنقولوا. انا هنا اكتفيت بثلاثه ديال الصدوره، قسمتهم من النص وقطعتهم هكا على شكل طولي لان الوصفه كتحتاج هكا يكون. مع عاوتاني حتى تقطع كيرجع ليكم على حساب كاين اللي كيقول لك العين كتاكل قبل من الكرش. التوابل اللي غادي نحتاجوهم معلقه ديال الملح. المهم البنات الملح على حساب كل واحد اللي عنده، مثلا الملح د الهيمالايا ما تملحش بزاف، داكشي علاش كنضطر انني نكثر منها. هنا عندي قزبر ومعدنوس، فهو البنات ديروا غير المعدنوس، انا ما عنديش، عندي مخلط فغادي نديرهم بجوج ماشي مشكل. معلقه كمون، معلقه سكر، معلقه بابريكا اولا التحميره، معلقه الكركم اولا الخرقوم، معلقه زنجبيل اولا سكنجبير هذا. وكاين اللي كيضيف معلقه ديال التنشافه، هو كيبقى اختياري. هي الوجبه هي عفوا الوصفه الرئيسيه فيها النشا، مي انا ما بغيتش نديرو استغفر الله العظيم. وعندي فصين ديال الثوم، وعندي هنايا صويا صوص، هذه اختياريه انا كتعجبني داكشي علاش كنديرها. فقط غادي نتبلها قبل من الطياب بربعه السوايع. ديجا انا كنت باغا ندير وجبه اخرى مي هما قالكت شهاو هذه الحكومه فبدلت البروغرام فداكشي علاش. اما انا في العاده فكنتبلها ليله قبل. ندوزو للتتبيله على بركه الله. بسم الله. هنا غادي نضيفو شويه ديال زيت نبات، هذا الزيت النباتية. شوفوا انا درت شويه البنات، ديجا نيت القرعه مقفله والو خصها تعمر. هنا غادي ندير زيت العود اولا زيت الزيتون، فهي بزيت الزيتون كتجي اطيب. هاكا البنات غادي ندخلوا هاد العطريه ديالنا مزيان في الدجاج، فغادي نغطيها وغادي نخليها هكا على جنب تقريبا واحد ربعة السوايع. انا ديجا ما غاديش نطيبها دابا، فقلت نتبل الدجاج هو الاول نوريه لكم. وغادي ندوز للتقطاع ديال الخضره اللي غادي نحتاجو، فهي ما غاديش نحتاجو شي حاجه. المهم البنات هنا من بعد ما كيف ما شفتوا راني هذا التتبيله ديال الدجاج ديالي، ولا لاحظتوا راني ما درتش صويا صوص. فانا البنات كتعجبني نديرها حتى للاخر، حتى كيطيب هادشي كامل عاد باش كيعجبني نزيدها في الاخر. المهم هذه غير واحد المعلومه قلت نقولها لكم، لا صحاب لكم نسيتو ولا شي حاجه. المهم هنا انا قطعت الفلفله ديالي هكا، كلهم البنات كيتقطعوا هكا على شكل، المهم بحال الشكل اللي قطعت به انا الدجاج. البصله هذا هكا كلشي جنيوحات اولا جوليان. المهم دابا غادي ندوز معاكم المشروم اولا الفطر اولا الفقيع، كل واحد شنو كيسميه. كاينين الناس ما كيغسلوهش، فغنوريكم الطريقه. كاينين يمكن الناس اللي ما تيعرفوش ينقيو، فهو البنات كتهز هاد القشره بحال هكا. كاينين الناس ما كيغسلوهش كيقول لك في الماكله كيبدا يطلق الماء، فانا من النوع اللي مشكاك ما كنعرفش هاد القضيه ديال كنغسلوه على قبل وكيتسقط حتى كينشف مزيان عاد باش كنستخدمه. عرفتي وليداتي محايحين في داك البيت شفتو، فهي كترجع هكا بالضبط هاد شويه للوسط. ها هو شوفوا كيفاش كيرجع. حتى هو غادي نقطعو هكا على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا.
فانا غادي نكمل البنات ونرجع لكم. بنات على ذكر الفطر فسميتو انا كيعجبني الفطر في طاجين ديال اللحم. شنو غنشارك معكم الطريقه ديالي كيفاش كنديرها، وغادي نشارك معكم حتى الطريقه ديال لا تروف حتى هي في الطاجين ديال اللحم كتجي غزاله 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 غزاله. ما عرفتش واش كاع الناس كيعرفوها، مي هي اغلبيه كتباع في لي ريستو داكشي، مي في دول وحدين اخرين كيجيبوه. سميتو اللي كيعجبني فيه، المهم هو راه كاينين جوج الانواع، كاين واحد اسود وكاين واحد كيجي هكا، وما كاين اللي كيقول ليه ابيض، كاين اللي كيقول ليه شهب. هي فعلا كتجي شهبه. الا لقيت باقي عندي واحد كنت مكونجلياه، ما عرفتش واش باقي ولا ما باقيش، غادي نشارك معكم الطريقه ديالو. فهو كاين اللي كيقول ليه في الدول، كاينين دول وحده اخرى تيسميوه الفقع، السوريين تيسميوه الكماي، في المغرب كيسميوه الترفاس. الا كان عقلي ينفعني كنظن ان سميتو الترفاس، ما كان ما عرفتش في المغرب واش كاينه الثقافه ديالو عند الناس عامه، ما هو في لي ريستو راه كاين، والكريمه ديالو حتى هي غزاله خطيره كتعجبني في الريزوتو. ان شاء الله ان شاء الله غادي نشوف، والله ما عرفت واش باقي عندي ولا لا. كان مؤخرا كنت درت به هذا عراض الشيخي كيعجبو، وكنديرو واعر واعر واعر، ما نشكرش لكم راسي كنديرو زوين. من نتمنى يا ربي وخلق غير شي كميه لبساته غادي نشاركها معكم في الطاجين على الطريقه المغربيه. انا درتها ليه بطريقه سوريه، اللي غادي نشاركها معكم ان شاء الله بالطريقه المغربيه. فهو زوين البنات وفيه منافع كثيره 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 كثيره، واخا غالي هو صراحه داير الثمن، عرفتي راك بحال كتشريو في الذهب مي زوين 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 زوين، والمنافع ديالو كيف ما قلت لكم كثيره، وكينصحو حتى بالماء ديالو على الناس اللي ضارينهم عينيهم الا قطرو. غير هو كيف ما قلت لكم يمكن ثقافته ما كاينش كاع عند الناس، مي ما عرفتش. ان شاء الله كنتمنى الا كان عندي غادي نشارك معكم الطريقه ديالو في الطاجين، كيجي غزال 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 ما شاء الله. غادي نكمل البنات وغنرجع لكم طريقه التحضير، لان صافي الدجاج ديالي راه تبارك الله خدت التتبيله، لان وقت هذا راه دابا تقريبا شي 5 السوايع ماشي 4، قضيت شحال من حاجه عاد باش رجعت باش نكمل الخضره. ان شاء الله غادي ندوز معكم طريقه التحضير، وغادي نوريكم حتى طبق الرز كيفاش غادي ندير ليه اللي غادي يكون مرافق لهذه الوجبه. البنات كيف ما شفتوا انا خديت الدجاج ديالي بديت كنشحر فيه، زدت هنا عليه شويه ديال الزيت كيف ما شفتوا قبيله كانت قاده ليا صافي، واكتفيت انني نتبلو في زيت الزيتون. فدابا قلت ملي غادي نبدا نشحر عاد غادي نضيف الزيت. فالبنات كاينه طريقه واحده اخرى اللي هي معروفه في الفاهيتا اولا المكسيكانو، انا كاينين الناس ما كيقطعوش هكا الدجاج، مي اشنو كيديروا كيخليوه هكا بحال ستيك وكيشويوه في الجريل، كيشويوه في الجريل ومن بعد عاد باش كيقطعوه. مي انا كنفضل هذه الطريقه، من هذيك التتبيله ما كتكونش تحرقت في الجريل اولا هذا، وكنرجعوا نطيبوا فيها الخضره ديالنا. المهم هذا ما كان، انا غادي نستمر على هذه الطريقه ونرجع لكم. فانا هنا البنات من بعد ما الدجاج طرب لي ديك التتبيله وتشحر مزيان مزيان تقريبا طاب، لان تنصدر دغيا كيطيب ومقطع ديجا رقيق فهو ما كيحتاجش زعما طيب بزاف. صراحه ما نعاودش لكم البنات الريحه كيفاش طالعه، اللي كيبغي شي اضافه يديرها مثل بحال اوريغانو بحال اي حاجه اي حاجه بغيتوها. فانا هنا غادي نخفي البوطه وغادي نهز الدجاج ديالي وغنكمل. هنا البنات كيف ما كتلاحظوا جبت طبق هكا غادي نهز فيه الدجاج، حيت بغيت هذيك لاصوص اللي غادي نطيب فيها الخضره. بسم الله صافي، وغادي نبدا نطيب في الخضره ديالي وحده وحده. كاين ناس اللي كيبغيو الخضره هكا تبقى فيها ديك المهم ديك ما عرفتش كيفاش نقول لكم، انها ما تكونش طايبه بزاف سخفانه كيف ما كنقولوا، تكون هكا شويه واقفه. الخضره على حسب نتوما كيفاش بغيتوها، هذه حاجه كترجع ليكم، مي هو راه الطعم واحد. انا كيعجبني تكون مع هكا مع هكا، ما تكون ما طايبه، اهم حاجه الدجاج راه طيب. انا كيبان لي وقيلا كثرت المعجون فرا ما عرفت جاب لي الله المهم غادي نكمل على هكا ارجع لكم في المرحله الثانيه. المهم البنات شوفوا كيبقى لكم داك لاصوص هنا، بسم الله غادي ندير فيه البصله والفلفله خضراء، نشحرهم مزيان عاد باش نبدا الاضافات ديالي وحده وحده. لا زربه على صلاح دقه دقه
كان كيقول سعيد موسكي دقة دقة إلا بغيتي توصل إلا بغيتي توصل. المهم البنات غنكمل على هاد الطريقة ونرجع ليكم. فما كيف ما لاحظتوا البنات هاي الخضرة بدات كتسخف، عيطوا على الإسعاف. المهم دابا غادي نضيف الفلفلة، الا ما عندكمش هاد الملون تقدروا تستغناو عليها. ديما البنات الجود بالموجود، ما نزيروش راسنا، راه اي حاجه تقدري ديباني حاجه بحاجه، ماشي ضروري نفس الحاجه. ديما كملي ديما ديري واحد الطاتش ديالك، والله الا بعد مرات كن نخربق في شي حاجه والله الا كتصدق. ما عندكمش فلفله ملونه ديروا فلفله خضراء حتى هي مزيانه. الناس اللي كيبغيو الحراق يزيدوا الحراق، حتى هو كيجي غزال. دابا بحال انا دابا ما فيها هاد الوصفه ما كيدارش فيها الدرام، انا كيعجبني نديرو المايس، كيعجبني نزيدو كيعجبني نزيد فيها سميتو صويا صوص، الثومه بودر، يعني اي حاجه نتوما بانت لكم تقدر تجيكم مزيان ديروها. اغلبيه كيفضلها ساندويتش، مي انا دابا غادي ندير المرافق ديالها هو الروز. تقدروا البنات ديروا داكشي اللي نتوما مرتاحين فيه وانتم عاجبكم. مثلا ديما ما عندكش هادي ديباني بهادي تقدر تجربي تقدر تصدق. فانا البنات غادي نكمل هكا في الشحار، هنا غادي نضيف البنات الفطر صافي. راه ما كتاخذش الوقت البنات، عاد الا تقطع الخضره تا هو كيجيني ما انا كتجيني هذه بعدا دغيا كتوجد وزوينه. الناس الخدامين راه الا خديتوها للخدمه راه تاكلوها غير بارده، ما تحتاجينش انكم تسخنوها ولا هذا. حتى الروز اللي غادي ندير مرافق ليها سوا تقدروا تاكلوه بارد، كيجي غزال. دابا غادي نضيف المايس صافي، وغادي نضيف المرحله الاخرى. كيف ما قلت لكم انا ما كنبغيش الخضره تكون طايبه بزاف، المهم بيني وبين، فانا وصلت للنتيجه اللي انا بغيت. لا تنسى شويه البوطه، ما محتاجين لا ما لا حتى شي حاجه البنات، وياكم ديروا فيها الماء ولا شي حاجه تقولوا حكا نشفات ما نشفات، راه الخضره كامله كطلق الماء. فدابا غادي نضيف هذاك الدجاج ديالي، شوفوا غير الدجاج راه باقي طالق لاصوص، احنا ما محتاجين لا ما لا والو. ما شاء الله عرفتي الريحه والله الا غزاله البنات. شوفوا ما كنمشي كنشكر فيها زعما حيت انا دايراها ولا هذا، والله حتى كتجي غزاله وغادي تعجبكم. واخا انا ما كنبغيش ندخل الحلو في الوصفات لان الناس اذواق وكل واحد والذوق ديالو، هذاك الشيء علاش. فهنا البنات هانتوما شوفوا الراس هكا ترخي الماء. فانا الاضافه البنات اللي كتعجبني غادي نشاركها معكم، بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش نتوما ماشي مجبرين. غادي نزيد شويه ديال صويا صوص، وشويه ديال الثوم باودر، عفوا هي هذيك، وشويه ديال البصل باودر. فهادو كيعجبني نديرهم حتى الاخر، كيجيو غزالين غزالين في الطعم. نتوما على حساب عندكم ديروهم، ما عندكمش اولا كتبغيوهم ديروهم، كيجيو غزال وكيعطيو واحد النسمه زوينه. عندكم كيف ما قلت لكم الاوريغانو ديروه حتى هو غزال كيعطي طعم زوين. صافي البنات انا غادي نخليها هكا على جنب، وغادي نجهز معكم الروز، وغادي نخليها هكا شويه بما تنشف. صافي هذا ما كان وهم قلتنا. هنا البنات غادي ندوز معكم الروز اللي غادي يكون مرافق المكسيكانو اولا فاهيتا الدجاج. فانا حولته هنا بغيت غير تنشف ليه شويه من الماء. فهنا البنات المقادير اللي غادي نحتاجو، غادي نحتاجو عود ديال القرفه، شويه ديال الملح حيت غادي ندير كنور. اللي بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش تقدروا تستغناو عليها. هنا عندي معلقه صغيره ديال الكاري، وهنا عندي معلقه صغيره ديال الكركم. فانا هكا غادي نشوحهم شويه في الزيت باش تعطي ديك الريحه ديال 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 التوابل، ومن بعد غادي نحط الروز ديالي حتى هو غادي نشحرو فيهم. المهم البنات هنا من بعد ما درت لي ديك العطريه
فغادي ندير فيها الرز. انا هنا دايره 3 ديال الكيسان اللي محتاجه، لان هاد الماكله ما كتكلب خبز لا حتى شي حاجه، فغادي ندوزوها غير بالرز. فهذاك الشيء علاش نتوما على حساب المقادير ديال الرز اللي غادي تحتاجوا. المهم غادي نقلي هاد الرز، غادي نقليه فهاد المفرد، غادي تقليه مزيان فديك العطريه حتى يشربها مزيان. يا رب يا رحمن رحمتك وبس. فالبنات غادي نقليه مزيان فهاد العطريه عاد باش غادي ندير الميه ديالي. الا بغيتو تزيدوا القرفه بودر فممكن تزيدوها، ماشي مشكل. انا غادي نكمل على هكا ونرجع لكم. البنات طلعوا العطريه من التحت باش كلشي يجي اللون زوين و يجي داكشي غزال. المهم انكم تقليوها مزيان كيف ما شفتوا. انا راه كندير الرز ديجا في الماء صافي، هذا راه كيبان ليا صافي صافي مشفات. غادي نطفي عليها. المهم البنات غادي نبقى هكا نقلي في الرز ديالي. علاش غادي نبقى نقلي فيه؟ باش يجيني حبه حبه. هذه هي الطريقه باش كينجح الرز، ملي كتبقاي تقلي فيه في داك الزيت وديك العطريه فهو كيجيك حبه حبه وكيجي غزال. وعاوتاني كيختلف البنات من الرز للرز. المهم انا غادي نكمل على الطريقه ونرجع لكم. قلي لي الرز مزيان في ديك العطريه وطلعتني ديك الريحه ديال داك العويد ديال القرفه، فانا زدت شويه ديال الخرقوم اللي كيلون كيجي كيعطي هذا اللون زوين مصفر. ما بغيتوش تقدروا تخليها هكا صحي بالكركم، راكم عارفين الخرقوم اللي يجيو هكاك ما كيديرش اللون. فصافي البنات من بعد ما تقلى مزيان غادي ندير الميه صافي، وغادي نخليه واحد ربع ساعه. من نتوما البنات على حسب الرز اللي عندكم. هذا ما كان بسم الله. انا حتى كيغطي غير واحد شويه صافي. غادي نجهد عليه بما غلا وغادي نقص عليه وغادي نحولو للراس الصغير اللي عندي. فهنا البنات كيف ما شفتوا من بعد ما غلى ليا داك الشوربه ديال الرز اللي حنا دايرين، غادي نطي عليها وغادي نحولها لهاد العوينه اللي صغيره هنايا صافي. غادي نخليه واحد ربع ساعه بحال هكا كيطيب ورجع معكم للطبق الاخير او الشكل ديال الطبق ديال اليوم ديال العشاء. المهم البنات كان هذا هو الشكل النهائي ديال الريزو ديال الريزوتو، حيت مشهي الريزوتو داكشي علاش، ديال الرز وديال المكسيكانو اولا فاهيتا ديال الدجاج، كتجي غزاله غزاله. نتمنى تجربوها، ما تبخلوش ليا بلايك كومونتير وان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم، واللي بغى شي حاجه يخليها ليا في كومونتير. المهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، ان شاء الله نشوفكم فيديو جديد فلوق جديد. خليت لكم الراحه في امان الله.